جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فتاة لم تتزوج بعد، رأت في منامها أن عظيما من علماء الإسلام يخطبها، ما هو تفسير هذه الرؤيا في نظركم شيخ صالح؟ الله أعلم، عليها أن تحسن الظن بالله عز وجل وأن تدعو الله بالزوج الصالح إذا لم تكن متزوجة ولو لم ترى هذه الرؤيا. نعم.